بازي امزران تبدو تمزيغ تا كسيس نسقسا اتفهمت اسا قد نسي وراخي جو مخمبر زي ام خمبر انسن جي الفترة الحجر الصحي اذ جريح شتاءن كورونا ام خمبرا الخلاف جار اولياء نمحضان المدارس الخصوصية اكد ام ضبان المدارس الخاصة أم خمبرا يوض أغا يجنت مسرشت ثمغاص وطس إم ضبان يعني أولياء نيم حضرنا قان بلا التلاميذ أني طروان سن وثرق قانشا ورقانشا طريقة التعليم يعني مشتغف أقبر يعني تكاذن بلا طرق يخف ثنشال المدارس الخاصة وزي ستيفدنشا طروان سن أم خمبرا يمزرنا غيزن بقوا خاصن الساغ تفاوت ذي الحلقة يعني واسا باش نناقش الموضوع عوانيتين يحضر كينغ ذي البلاطو الأستاذ سليمان القرشي انت رئيس قسم الارتقاء التعليم الخصوصي ذي وزارة التربية الوطنية مش كينغ عود تقنية سكايب الأستاذ عبد الكريم المعبودي وانت رئيس المكتب الإقليمي للتعليم يعني رابطة التعليم الخصوصي دي في مدينة النضة. قبل غنبداو نسيور خ الموضوع عوانيتين لكن يونج اك الروبورتاج ويتسوجدن ومثنا رضوان اصدقي. تتخت جات غويت ان كرت غوياتن مختشعر بين شعارات اخرى نيوسين ادباب نملمات اولياء الامون يوتين مليزلين مغد مدرسه خاصه تتخت مدينه نسلا يتخسر سن شيغان نسكين المطالب امين نورزن ادا سنترال الاداره تنمل نمر مست سبب الكورونا تبدات غوري وكان شهرين دراسه عن بعد ناولي شينيه النتيجه نظرا للتخبط قال عدد المشاكل في خاتارين دغي المدارس الطلب الاداء المستحقات كلشي ولكن ما حدني نورينا ديال المجهود لي بارون ديال المجهود ماديه ومعنويه لا الوقت لا ايوان دونك دنت تدغي نكون زي المدير المدرسه ديالنا في الحوار الاباء هذه هي التخفيضات حما انا ودغري الحل هي ديك الصالح التعليم كما جرت النغ لما طالبنا قصد جات نرى نفتح الحوار ديال المؤسسة نصدص العريضة بما أنه نرى نفلين ما تدرس بس نضل في المستوى نتعلم عن بعد وريقي المستوى اللي نطلب لكوني كالآباء نتنا راح الطلب لكونا نخلص ما يمكنش نخلص مادام نتنا راح تقدم الخدمة اللي هدي فلس من سكرة التعاقد أفاد النسين تنيت نتسقايطين مغطراء الطرف الآخر طاقم القناة مازي اختسكرت زمار أفاد دي مصيود الإدارة تنمل مش يتمنع أدي صور إمكننا وريني خاتن تنمل أداخف كينا وديون تصريح المسؤول المؤسسة يرفض هذا كان في الحوار الآباء نوزناس المطالب عبر البريد المضمون نسير سنتي الإدارة يشغل موعد حنا نجمع ورديدي هاد المرتي سنتايا لهذا حنا مازالين معتصمين ومازال كناكدوا بان مطالبنا عادله ومطالبنا مشروعه وغنبقاو واقفين الى تحقيق هاد المطالب خفوين نخستيني دباب ني من المدى تزديني بالدين سن تغوين سن اتغورت لي او ديوتيا فوت مغد نتيجة يقوم صوات الادارة ناويد مازد الاكاديمية الجهوية للتربية والتعليم من 8 طريبات صالة القنيطرة ترزم ام صوات كسان نيزرين ان قروين نيتمتان المهنيين التعليم الخصوصي تمسمونين اباء وامهات واولياء التلاميذ افاد اتزدي الحوار ان قرات سن طارت تسس نزدري كوفيد 19 أواني روبورتاج وانيتين نرحب زي ضيف نغنوجي الحلقة نوسى الأستاذ سليمان القرشي رئيس قسم الارتقاء التعليم الخصوصي دي وزارة التربية الوطنية أستاذ النغمين زماذا دخثيني خل يعني خل روبورتاج يعدون مرحبا أستاذة وشكرا على الاستضافة تنمير فوسبركن أزولي كل إيمانين أتمنين نكنيغت ما وسط نسجمي أنا مور دو سمو تقازولان دو مسلم ديالتوين دو شنو بجمسان إلا في المسؤوليان الالتزامنا غالي اتجاه نتينمل دي من المادن تم المادين نتابع الحالتات اللي اختلات ما زيرت
السن المغرب زوند كلو تيميزار ومضال تلكمت مضون كورونا ريت السن ما يتابعان الفيروس هذا قدام ساد الحال تلميد دوسي فيروس كورونا وما تتبع ما تبع ذلك من تداعيات اقتصاديه واجتماعيه وصحيه. الدوله المغربيه فضلت مصلحه المواطنات. تما زرت المغرب تزور لمصلحه نيمزداغ تمزداغين فهي اللي راه تخسرت مازيرت وقريض اللي ديك الشمن ولا تدمسنس. وكبته وزاره التربيه الوطنيه اولا عبر قرار حاسم في عدم اعتبارها سنة. إيقال قرار فدغمون ميدن تقمانسن هي القرار اللي استبعت مواسط نسجميا نامور باش أسوكاسات نتغري أدوري كاسوكاس ومليل سن مشك أسد فلا غيدر مياد غريقات سقوين إيقو في السيد ديمقريستاد تغري ستوكوكت بوادر أو بذور سابقة عبر تجارب معزولة في الزمان وفي المكان غير مستمرة كانت تجربة جديدة. تورميوتاد تقايد تورميوت تمينوت تنتا من تسنتوتين تغري ولا توجوين تروى لقرانين أما غلي استمرارية البيداغوجية إلي ينسنو حيوم قرن قرتها سنتوت إعومان تسنتوت يزلين أشكوتين من العمان تستخدم التلفزيونات نتمازيرت استويسي نتا مواست نسقمي أنامور يلي اختين من الإزلين وسنو حيو باش أتسلك من تغريات سوكوكت إلي يانوس نوحيو غزمز ديلي رد سقران دواتي قنيلي رد صغر المنتوج تفاوتت من حيث القيمة هذا المنتوج أيضا العلاقة الكلاسيكية بين الأسرة ولا أي اللي يدلي لان قرتاو جات تيمل وسوليقا غكليستنيكا تبادل كل شيء غير اللي قران تروى غواتي قنتغري مياد إيقاية تغوصة لحتاجان الاجتهاد جديدة تحتاج إلى اجتهاد جديد. تابعنا هاد نتابع الموضوعات نواكب تيسنتاين تغري يا جوجل ايزلين يبينا غد از كوزيدو 20 زليز مرا وخصمي ضي تابعان الاستمراريه البيداغوجيه تابعان تغري ستوكوكت الاستمراريه البيداغوجيه امنت دروسا عن بعد نتوفر على مستوى الوزاره على الا درنا غير مستوى نتماوست غيكليت كريكات تين من ايزلين الا يا نوس نحيو قرتين من التوجة ميادي قاعدي أشكوتين من تلاغول الميد تسيقان وليكات نتوجوين أكي ستيلين من ناو لاريا دمنا اسمين جيمن أكاد بديقا دور نتين من الغمزروي ولا كله أغدار ميد مجموعة من الآراء مجموعة من, 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 من الأطاريح مجموعة من الأفكار وهكذا دائما كان دور المدرسة في التاريخ وفي كل المجتمعات. أكيد أن القانون المنظم أزرف إيش السوان تيغريختين من الإزلين اللي كان أميا صديس أميا أميا انتنا يقان أساسوا من بداد تغريختين من الإزلين وراغن تسماح يتموز نسيقمي عن أمور باش أتضوف لمراتو قريض باش أتسلو مرغواتي قن تغري قرتا وجا زتين من أهلو رجان تموز باش أتكشم سيات تغرس تيغان مباشرة وتزيتاد إلا نقرتسن أشكوتين من الإزلين ستاف يانو دم يقان وين مقاولة وجه آخر ووجه وجه المقاولة أكيد كما تتبعنا في الروبورتاج وكما نعرف اللي نتابع الروبورتاج ولا غير السن غير اللي تاوب دارن غصاحة نامورت ناحية نكني المغرب قدام الأحوال نصدى شي دوال فنتين من الإزلين سمو شي دوال فتام تدمية د 20 تام وريمكن أنساول فيها النموذج يقان وحدوت هي نماذج يمكن احتجاجات يعني الطاس يعني زيت الطاس نتسنتوتين مؤسسات يحتجان يودا الناس يجب ان نركز على شيء اساسي هو ان العلاقه بين المؤسسه التعليم يخصى ان نركز في استغوصاء ايان تنبدات اي اللي سمون تنمل عمان تيزلين توجا يخصى اي قاسمون لغرد دشكين اسمون لفرادقين يعني نيرات نياج هاد الزيكيز نسلو قدام اشكون كني نلا غوسكمي نكني ان ساقرا تروى نزكا ركاز نزكا تولفت نس اخصاء تبين كريكات تامو كريس نو قريض اخصاء تعمو قتسكا تابرات تاس اخصاء استنسلكم تابرات نسكمي تازيت دايلي وريمان تغري ورات نتقبال اشكو نلا غيكر نسكمي أسنحيو نيلان وريخصة أيش خسر تامون تليلان قرتين من التوجة إخصة أن نود في تامونتاد باش أن سوري مصلحة نمل مادن تمل مادين سلخصوص نكنين لا اختقران وسقواس نتغري غكليت سنم غتيم يرين أزمزاد إيقا أزمز الفرح النتائج أزمز نربح النجاح تيزي اللي غنبنا إيمال تيزي اللي غنتحيا ليوسقواس نتغري أمينو تيزي تغمون ترشم على عقلنا اللي خسول نبزي بلا كنيوي تغيسنو حيوتناد للان إذا قنود في الردفسين إخصاء تنمونت أتغمو تعدل بدا
ستزول حتما، ولكن العلاقة يجب أن تستمر علاقة إيجابية وعلاقة بناءة. إذن أمنت على المقترحات أنت موست ديمينيت همان يعني تسست باش أثنعذو ونخزا غزة. بطبيعة الحال رغم أن القانون 06 لا يسمح ب 060 اللي يسمح للوزاره بتدخل واخا ازرف امي صديس امي امي وراغي تجات موست اتصل مور مباشره غتغوصي وين نقريد انا غلاف نو سيغمي انا مور دو سموت غازولان تغريتوين دو سنوب شمسان يساور الاكاديميات باش ادلين تيغر تمسمونين اللي تمتلنين تينملي زلين تمسمونين اللي تمتلن الوالدين ني من مادن المقرد نتان اريفسي اسنوح يعاد باش السولو تغموت مكريستاد أشكو غميز ورن ولا ما يقران نرى المصلحة نمن مادن تمن مادين لابد أدو نملغ يتغوصا استوهمان أزرف الليطار سين دو عشرين ديان دمراو دمراو لزلين استغوصوي نسجمي تغري دو سنوبش أمسان لديف فغن أغتفي فغتن ترسميز أغتصا دمراو غوش سين دو أفتا دمراو يشكاد باش أيسحو الدو تغوصوينا اللي سخسارن تودرت قرتوجا التين مل عن الاعتبار خدمة التعليم خدمة أن المؤسسة الخصوصية تؤدي خدمة عمومية في تقديم التربية والتعليم لأبناء الأسر قش كعادة كينا غا أستاذ سليمان القرشي مازال داش نستحس ضغط في ضد كتازي منيا أنا عذر خوغا ميكرو تروتوار أولياء نيم حضارا من قان اختسستا يعني الخلافي وقان جلسن دي مدبر المدارس التعليم الخصوصي ولادنا ما قراوش بصفه نهائيه وكتعرفي بان الدروس يعني الحضوريه ما كتعادلش الدروس عن بعد وكانوا كيخدموا معنا غير بالواتساب بالنسبه انا بنتي في السيو ان كيصيفطوا لنا دروس في الواتساب يعني تصوري كيصيفطوا لك عشرات لي فيديو ليليا من 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 اليوتيوب وخصك انت تدخلي تيليشارجي وتشرحي لبنتك بلا شرح بلا والو وفي العشيه كيصيفطوا لك لا كوريكسيون غير مجموعه من الاباء تستنكر الغايه اننا كوديها تي غاد يخصها اوري لي لانه التلاميذ وكل استفاد من ناحيه الخدمه اللي في التفقنيه اللي اسلي زورن دونك هو فعلا هذه خصها فعلا ان ناخذ بعين الاعتبار بان القانون 600 المؤطر لغايه التعليم الخاص يعني ينص على انه لا بد الاخذ بعين الاعتبار التعليم الحضوري لان اوريلا كريغا كران التعليم يسمى التعليم عن بعد قبل الكورونا هاد الحجر الصحي هاد المدرسه حنا جينا عندهم اول مره جينا جبنا غير العريضه ديالنا وجينا باش على اساس المدير المدرسه يتلاقى معنا ما عيطناش خلينا النيميرو التليفون ديالنا وداكشي ما عيطوش لنا المره الثانيه عاوتاني عاود رجعنا عاوتاني درنا وقفات اخرين درنا وقفات ثم وقفات ما عيطوش لنا ما بلاوش بينا كاع دابا حنا كنطالبوا خصنا وليداتنا بغينا نديروا في الحق المغادره خصنا وليداتنا ما يمكنش غيغادروا واحد المؤسسه وحنا بدون بلا 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 ورق بلا ورق ديالهم بلا هذا حنا ما تنقولوش الاداره الضامنه يمكن ورا نتيني الاداره هذا اختاوسني غتذكرها ولا ودان غليات يمكنني على سنتيني تاوري اللي تسكرت تروان غوت الصغرى ولادنا ما قراوش لا حنا كنطالبوا الاعفاء ديال شهر 6 حيت بزاف ديال الناس بزاف ديال الاباء اللي تعفى ليهم وفي مقدورهم يخلصوه عفاوهم كنطالبوا الاعفاء ديال شهر 6 الاعفاء ديال بالنسبه للبريسكولير وينقصوا لينا بالنسبه لو موا 3 و 4 و 5 من نهار اللي انطلقت الخدمه عن بعد اتصلنا بالمؤسسه وانا من الشخص اللي اتصل على المؤسسه السليخت بدا تغري سوقوك تنساول 60 مل سومن هال نو سيغمي نيغاس تيغرياد سوقوك ما لقيتش تسكرم ناني غنسكر الواتساب نيغاس الواتساب ورزدار عاد قابل اختار وانو لان دارسين تروى يلي داريان بيسي الانترنت نيو ارسي سوريا تفرخت لان دارس لسي سقوزن نغاس نغات ساقرام تروى نغسوقو تيخسا اداس نتاوزم وقلت لما يودي لك وتو بغيتو انتو ما فريم وغدير تعين عن بوات سكم ديرنا اين بلاتفورم وريكلامينا في الاول بان الطريقة ديال الخدمة راه ما صالحاش الوليدات الصغار يعني على عينيهم على الصحة ديالهم على بزاف كاين الاباء اللي ما كيقدروش انهم يخدموا مع وليداتهم نظرا لانهم خدامين ما كاينينش يعني ما داوهاش في الهضره ديالنا بصفه نهائيه يعني ما اعتبروناش كاباء ما اعتبروناش كاولياء امور من حقنا اولا كنخصهم يستشرونا في طريقه التعليم ديال وليداتنا هي الاولى عيقوا علينا بزاف لان شحال ازيد من شهرين وحنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه كنطلبوا وكان سينير نكني وراس النضربيات نرى غير مانيك اساديس نتني الكيم هذا خفسين تامو كريستاد اشكر والدين رمين تروان نقنف لازن سينيرن نكني يوديا غير اللي ديس نكات نتمارا تينمل ورتسكريات تروان
فقط من النقاط اللي تارت كلها بان المؤسسه راه ما خدمتش مع ولادنا بتاتا. غساد نرى داو نسول في العلاقه اللي توتر من تيكرايات الاباء اولياء التلاميذ المؤسسات الخصوصيه خصوصا حد ظرفيه جائحه كورونا اللي حل التعليم عن بعد. كل ما يد يويتيد لو انه الا يد للتواصل غير المؤسسات دمس الاباء التلاميذ من خلال جمعيات اباء واولياء التلاميذ كليس لاند حماس التعليم العمومي ورا لكم كل التحقن اللي لان نكراتسن. الصراحه انا باش كنت في ليكول وبالنسبه لدابا ما كنفهمش بزاف، كاين شي اساتذه كيخدموا معنا بصح مجهود بزاف وكاين شي وحدين لا كيصيفطوا لنا فيديوهات اوكي، ولكن عاوتاني شي وحدين عندنا الحصه سمحوا لي كان عندي هذا وما كيخدموش معنا، دونك ما عجبنيش انا صراحه هادشي عن بعد و جو في ميو نقرا في مونيكول احسن. خضراء ونتحسى الاراء ان نيوذان يتشتشان اولياء نمحضان نقان دي المدارس الخصوصيه ان هذا الخوم زرنا يعزن اغا تقنيا سكايبا كانوا جي نغ الاستاذ عبد الكريم المعبودي وانت رئيس المكتب الاقليمي ان رابطه التعليم الخصوصي دي ثندين تان النظر. استاذ عبد الكريم انت رحب ازيك؟ مرحبا بك استاذه الفاضله، شكرا على نعم تفضل. شكرا على توجيه الدعوه. استاذنا امين التعليق النوم خلي احتجاجات يوقع جر اولياء الامور ذا المدارس الخاصه ثم اولياء الامور يعني قان بلا وخص نشاد خصنا الرسوم المدرسيه ذي جهه نسن المدارس الخاصه تهدات تنرنتت وتهدد نهني المدارس الخاصه باش تسحبن الثروه نسن وهنصغان دي التعليم العام. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية لابد الأستاذة أن أوجه التحية طبقرا لقناة نوم باعتبارها القناة تعالج مجموعة من المشاكل وتبين الرؤية أكثر، والدليل على ذلك الموضوع عوانينا في الحقيقة موضوع يطرحه الجميع، يعني مرة سور خاز دي ساعتا من غير نغ فيما يتعلق مباشرة المسألة ثانينا أن الأباء والأمهات هذه السنة اللي جنحشتوها بلي أنه التعليم عن بعد وديسبو اختياري أكثر مما هو كان ضروري، فنشهد الآباء أو أولياء الأمور لأن نشوز ما غادك سيغيج النسبة تنبزيان تخت عمخ النسبة تنبقرانت، فأكيد أنه ربما مانيا يتختلف سي المنطقة على المنطقة لأن نشين بحكم تواجد ذي الهيئة النغ أنه نتعاملك مجموعة من المدارس يبدو لي أنه ذي مجموعة من المشاكل حليت نتاع المستوى الأكاديمي بتنسيقك الإخوان جمعية الأباء الكونفدراليه اللي وضع مجموعه من الحلول على اساس انه ان تقبل الحوار سي الاخوان ونخصنا غنضيا صغار المؤسسه ادياس كوريجن على حده نقيم خطبره نناقش المساله باش نوض غالحل لان نشي مدا غير تيما سي مريم ماري تيما انه التلميذ بالنسبه غان غادي يجن خط احمر وغاس نتقرب وهنتوشي وهنتقرا ديج نحاشت. اذا فالعمل وانينا هو مسؤولية الوزارة في الوقت ذي الوقت إذا دوسين فرضا خان غادي التعليم عن 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 بعد كان من الضروري يخص المدرسة الخصوصية تواكب المسيرة النس، والحمد لله تواكب المسيرة النس استطاع أنه تكش تلقن الدروس النس رغم 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 أنه يوجد الظرفية تغادي نبور وقت ذي تأطير ذي استعداد ذي، ولكن استطاع المدرسة الخصوصية أنه تخدم تسيوض الميساج النص مع اباء واولياء الامور. ثم نعم استاذ عبد الكريم المعبودي قشكا هذا كاين نزو انصنط ونس حسي يجي تصريح يجي مضبان تمزيده خاصه من يقار حما ضغطوش التعليق النش من بعد الوقت اللي تبلات مازيرت زند الدول كل شيء العالم سلوى وباء كورونا تقرر وزاره التربيه الوطنيه باش تسبيد تيغري 14 مارس من بعد تقرر باش تيلي استمرارية البيداغوجية مع أننا دريت خصها قرا تقوم بوانسن عن بعد نقرر غاكودا باش نبدو الدروس بدات الناس سن 17 بالضبط نبدا الدروس عن بعد، وكان الوقت اللي كش باش يعني
نخدم سكر يعني البروغرامات اللي الاستاذ تزر الدراري تزران يعني نخدم الواتساب وكان نركش مركز المديره التربويه نزر الدروس مانيك سازرين وكان غدا تبان الدرس الدريت لا غينا بابات سن ولا بات سن ولا كذا وكان نتيني واه ما يمكنش السيمانه الا بدا غينا يعني الاباء اللي غينا زيك صغار تكوت فاللي غدوش كان نزر من علاش اللي غينا لان في الاغلبيه نسن ماشي كل ولكن الاغلبيه نسن كان اللي سكوسنا على خدمت معنا رطمزنا غير 2000 درهم من صندوق الكوفيد نو دي ما فيها بس دي سنتظام تنكني نعفوت نحمس شهرين ابريل دمي القرار بطبيعه الحال لقاوين غيلا نسكر نكني مارس مارس نغرس كل الناس نتي ابريل دمي وراه تخلص عجبتني الحال لانه الحقيقه خفيف اللسن وكان نعممت يعني نسكن فاتي كل شيء حتى ولي صدرنا تخلص الناس ما عليش شي باس ما كاين عندنا عندها شكو خصها تصغنا الا ما يصغن الاورديناتورات الا ما نقال الانترنيت الا المهم لا المصاريف فنسمعها سنح شهرين تحسي ذاك انا استاذ عبد الكريم المعبودي تصريحه ونيتين ذني يعني ثم زيدايات يعني تفا مدن غل اولياء ان نمحضرنا باش وتخدي سنشا ذي شهور ثائي عدون ما ديني شان مبادرة ديني ندين أن النظا شان المدارس يعني جي نفس الشيء يعني عفان ميدنا باش تخدصن باش وتيش نشا رسوم المدرسية الواجبات نسن أستاذة الفضيلة السيدة مديرة المؤسسة ولا رئيس مؤسسة يستورنا بعد تقدم غاز تحية تربوية خالصة لأن غير ذي الاثنين حوايج أستاذة النظر الحمد لله تقوم سيج مجهود قران بزاف لأن يبدو لي أنه المنطقة الوحيدة الحمد لله اللي استطعت هو غاز ماث باش تحاور كمجموعة من الآباء وسيند مجموعة من المدارس وحاولنا نخلق لجان جارنغ على أساس أنه أي مؤسسة غاتشن مشكلة مشكل اكشن اي جمعيه اباء غاسل المشكل اكشن مؤسسه ممكن تلتحق اتاح على اساس ولكن باش نقل الاعفاء باش نقل الاعفاء استاذ الفضيله باش نقل في الاعفاء الكلي ونينا وثن قيشا غير اذكي غدا عظم غيش القوس بلي انه ربما ديني غانغ مجموعه من الاخوان يقين الاعفاء النظر خميليتي لمدرسه عظم فمدرسه عظم الجديد غاس اللي مصل الاجراء نسي غاس دروست العدد من التلاميذ غاس دروست اذا تحسبت ربما مساله اشهاريه ربما تحسبت بلي انه لان الظروف الماديه ممكن ما غاس 20000 درهم ولا 23000 درهم ولا 30000 درهم ممكن تصدى ممكن تخدص ممكن ولكن شي نسورخ المدرسه الخصوصيه يغداش يعصاصني سنج يعني حتى على المستوى الكلفه النس ديال الاجراء لان شي نخسس بلي انه 70% ديال الاجراء تحت فغاسن اذا ما يمكنش نشتي غنغدني نانيا كنا تسلم المنطقه الحمد لله منطقه النظا الجهه الشرقيه الاقتصاد نوعا ما سكم يقع المشكله ونينا المريج تبلع بني درار ديال الجزائر الحداده يبلع اذا على المستوى الاقتصادي النس يدور هش يدور الاخوان الله يحسن عون مره قيمان مره كذا اذا فناء مؤسسه ذنينا من تكا تستدعى الاباء وسين غاس كيما كيسخط طبره نستطع انه نفقد الوظيفه نسن نفقد الوظيفه نسن المؤسسه تصرف الله يجازيهم بخير الله يكثر خيرهم الاخوان غنغضي ذي النظر يعني كسين بعين الاعتبار عامل لنا كيسن ونشمل يتحمل خس المسؤوليه قاخ عامل لنا كيسن بطرق ايجابيه ثم اني يفقد شويه اني شويه يعني غاس شويه ما تيسر قيمنا كيس نعاود ثاني حاول ما امكن كينا كيس نحل اين يرضى اترضى المؤسسه. قداش استاذ نغ وشريه شادغتيني ما تفكا ما تعمم المساله يا الاعفاء وتيري ولكن شويه شتوري على حسب ميثني شويه يقصح ذيني حالات استثنائيه فعلا. أكيد أستاذة المنطقة تختلف دائما تختلف سي المنطقة على المنطقة، المنطقة الجهة الشرقية تسنت مزيان بزاف لأنه تشيع مدة مقرا وتما أتق المسألة ثانينا لأن شي حتى شي غانغ الموظفين الأطر المؤسسة حاليا خو ذيني مجموعة من الموظفين اللي صبانا كاين مساكين وتوصل للشاس المستحقات نسن ولكن الحمد لله نروح رشفة رشفة رميس نكمر يعني الأتعاب نسن مارا نشاس المستحقات نسن مارا إذا شفنا شاد غسيل من براواني نتناشد اباء اولياء الامور انه اداس غا المؤسسه قيمه طويله الحوار نشي نكون على يقين انه
ذوانيتين إيجان مهم التواصل جار يعني الطرفين ذي جنت مسرشت مهمة الطلب زي سورة الأباء نيم حضارا تقدشك أستاذنا عبد الكريم المعبودي تغشك كين عبر سكايب زي ثندينت أن النظر شكرا جزيلا. أنا حقب بغى الضيف النغ إيجان دي ستوديو أستاذنا سليمان القرشي ميدز ماد دغتيني يعني المبادرات الوزارة ميدز ما تاف حلول الحالات الاستثنائيه ازمه اثناء السن زي السنج. كما اسلفت القول فان السيد وزير التربيه الوطنيه والتكوين المهني والتعليم اي لي دلي ني غن غلاف نو سيك ميان امور دو سمو تيكازولان تغريتوين دو شنو بشمسان يغرى الاكاديميات باش تسولن تمسمونين والدين ني من مدن الفيدراليات اللي لانين تمسمونين هاد تمسمونين اللي تمتلين تيغري ازلي. قبل ذلك قد استقبل كل على حدى الجمعيات تيغران ميادي سبرك ونغلاف كريغات تمسمونت انياس باش تقرب من ريانس نغراتسن كل مياد مصلحه نوم الماد الاطراف خدمه كما قلت لمصلحه التلميذات والتلاميذ في هذا الاطار فجميع الاكاديميات ب غليت راد كل الاكاديميات تغليت الناس كرن تمون تغتكوين غيكا المصلحه نوم الماد تيغا تديزورن غلين بيكس باش التزيغيز البيداغوجيه ديالي اونيا الكامل. تعتبر اولا ان مصلحه التلميذ فوق كل اعتبار وتؤكد على تامين استمرار البيداغوجيه وتعمل وتدعو الى خلق اليات لتجاهل الحوار اليات حوار اساسيه. نتفق نشين استاذ بلا التواصل ذا الحوار ونتيني جن المساله خصتيري باش بدا تفهم حلول. الخزار الجانب القانوني اقل الاستاذ مصطفى بن يخلف او مصطفى يخلف ذي هيئه اكادير للمحاميين نخص استاذ ازيش نحب مزوارو ازيش اللون فرصه طيبه. أستاذ نغنو الزنسنخ في حالة وقوع خلاف جر أولياء أن نمحضارا دي التعليم الخصوصي كي مضبر المدارس الخاصة دي من يتهم من يتوقيع أرخو الجانب القانوني من يقار جيمانية أول شيء فرصة طيبة العلاقة تعاقد المدرسة لأباء أولياء التلاميذ لا علاقة الا ذات الاطار القانوني، الا ذات الاطار القانوني من خلال المنظومه التربيه وزاره التربيه الوطنيه ولا اكاديميه النيابه تضمن العلاقه المدارس الحره للتلاميذ هي تلدرس مساله يضمن وهي مساله مراعاه الظروف الاستثنائيه لتمدن كورونا. عاده الحاله الطبيعيه إيجار تعاقد مدرسة أو لأباء التلاميذ إلى جيس مستويين، المستوى الأول هو مستوى الأداء المقابل للمدروس، المستوى الثاني هو أن المدرسة تبقى مجبرة باش تطبق يا البرنامج البيداغوجي أي تبقى حضوري من طرف الأساتذة، ياك إلى جيس عالية التعليم الحضورية يعني مباشرة، حتى ما ظنت الوزارة تقرير المخطط وهو تقرير القياس وهو يوف تيلي سنه عاديه ولا تيلي سنه بيضاء باش تيلي سنه عاديه لابد تيلي يكمل البرنامج عن بعد ما بين المدارس الحره التلاميذ ولا اولياء اباء التلاميذ عن بعد عبر الانترنت. الاباء ما تينك ودي غير نكوني يحرم فيك المقابل المادي اللي الاصلي موضوع التعاقد هاتين ان تخلص نكوني بانه المدرسه تلقى مسؤوله في التكوين الحضوري تلقى مسؤوله في المراقبه التتبع تلقى مسؤوله في العطاء البيداغوجي ولكن حنا في فتره 3 شهور 4 شهور هاتي الاباء ثلاث كانت الاباء جديده مثلا اخصاء اي اللي دارت لابتوب ستيغمي اي اللي دارت الايباد اي اللي دارت البي سي اسكو التتبع وفروخ تفروخ اي في كل وقت يفرخ وكان غير اللي الا فلاس بالتالي التنين الاباء وهو انه المصلحه المشتركه والتضامن الحالات يفترض ان المدارس الحره تاخذ في عين الاعتبار الظروف الاستثنائيه الا بزاف الاباء مساكن ودرس امكانيه باش تكمل العمل تخلصني حل صندوق الكوفيد الا بزاف الاباء زي فلاس اعباء ماليه اضافيه بزاف الاباء ورضان كتوقف من نظر ما يتبع عن الدريج في المقابل ان انا ودي ما فيها باس وهو انه هي تيليات المراجعه العقد الاصل المجلسي الان وهو انه الدراسه
الا فلات الجانب البيداغوجي، الاباء الا فلات واجب الاداء، واجب الاداء غير هذه اللي جات فيها الاشكال. الا بعض المبادرات بعض المدارس كان المبادرات 50% 40% 30% على حسب الحالات كذا. بعض المدارس الحرات تناولتها تينكي واخا الا كوفيد، ولكن هاتي لا نفلاتي نكي لي شارج لا ولادي المصاريف من نفلاتي اعباء ماليه غان ثابته، وبالتالي نكي وجدار حنكي هذا النقص حنكي احتمال ياك، لانه تنكي تخلص حميد واخا قاول واخا كلي خدمت. غير هو كان غير موضوع الخلاف، موضوع الخلاف نستفد بانه لا بزاف المبادرات لا بزاف الايقاعات لا بزاف امكانيات التواصل، ولكن تيني حودي من الناحيه القانونيه يوف الوزاره تاخذ القرار من اجل حسم الموضوع، وهو انه التيلي كان تعديل جزئي فيما يتعلق الواجبات الماليه المستحقه في المدارس بالنسبه خصوصا بالنسبه للاباء هو اللي فقدنا ظروف منصب الشغل او ظروف الانتاج المالي. مثلا التفت غلاد مثلا اب اسره لدى الدخل المتوسط 6000 ولا 8000 درهم ولا 9000 درهم في كوفيد ورسول يخدم وحور يخدم ثاني لدى تصريح الضمان الاجتماعي ليس الكوز الازر من 8000 ولا 9000 درهم 2000 درهم 2000 درهم والاصول تقاد الابد باش يخلص مثلا يوفر خوسين او كراد. وبالتالي الان ظروف استثنائيه طوارئ غير متوقعه لم تكن متوقعه حلق التعاقد، وبالتالي يخص طرفي العلاقه ياك هاتي اللي درتني الخطوه التشجيع الاباء بالنسبه لجهه الاباء بانه لابد هاتي لي المساهمات الماليه فيما يتعلق واجب التمدرس. اذا ضروري استاذ دفن حل جرسن يعني باش اطفال الاولياء يحور الى الحل الاجراء غدفان الاجراء اللي غقل مثلا كي غلاد كي حاب ورسول كي مدرسه صفيه يعني ولا كم وجوش الى الحل راه هذا واحد تروان مسكر مدرسه يضني المدرسه غلاد حل حاليا يقدر تبيت عقبه باش تفكير وان الاباء سميتو شهاده التنقل شهاده الانتقال شهاده المغادره. الحاله هذه الاب مسكين هذه لا دار فيها المشكل يا ابني ما تيكان وهو محريه في البلاصه يويس مثلا مدرسه عموميه او مدرسه خصوصيه خصوصا كوني غلاد هذه كشم حال العطله الصيفيه قرب العطله الصيفيه دخول المدرسي هذه يقرب يعني شهر شهرين فقط هذه لا دخول مدرسي، وبالتالي الا يلعب نفسي في الاباء واولياء التلاميذ لا من الناحيه الماديه ولا من ناحيه الاطمئنان للمؤسسات الخاصه. بالنسبه للمؤسسات الخاصه يخصها تنمي انه السمعه المؤسسه تلقاو كاع الفلوس كي غلاد كي صاحب مدرسه خاصه لا داري 1000 او 2000 تلاميذ استلم مثلا 500 ولا 600 سكن تجي الشكايات سكنت المحاكم باش تضرب شهاده المغادره سكن عمليه الطعن حل القيمه الماليه مقابل التمدرس. هاتي هو حتى تلقى نقطة يمكن تمس السمعة على المدرسة الآباء وين ورقان ودرسنا الحسن التضامن ودرسنا الإحساس بأنه الآباء الله يكون في العوان هاتي لنا نحيا الوضع نفسي مادي يقاسي اثنين يخسر خير هذا قسم فكرية المسألة. الحمد لله المغرب الجزائريه الامتحان مقون الحمد لله نشكر رجال السلطان نشكر عائل البلاد نشكر ولكن اخصاء نفكر قبل ان تفتش المنازعه القضائيه لا من طرف المدرسه ولا من طرف الاولياء الاباء التلاميذ اخصاء نفكر بان الاصلح العلاقه ايكا علاقه تشاركيه افرخ ولا تفرخ مزين ولا مقون هاتي ايكا هدف في المستقبل اخصاء نمشي التركيز النفسي ياك الاحساس بانه الانتماء للمدرسه الخصوصيه هاتي وري كاع عيب في المجتمع وري كاع عيب في المدرسه وري كاع عيب في الاباء خصنا نفكر غير اما المنازعه القضائيه ولا تضر نكره هذه الا دارت الحكام في القضاء. ولكن انتيني من البروفيرب ديال الفرنسي هناك موفي ارونجومون فو ميو كان بون بروسي هناك ودي اللهم ينصر حيلا كيسي ميك التنازل لا ميك الخسارات ولا تفوت الحكام في المحكمه الا بزاف المشاكل يا ابني لا من ناحيه الوقت المصاريف ولا من ناحيه الاحساس بانه استاذ نغ مصطفى يخلف تغش كاكين غادي وسيس نسقسات فهمت الجانب القانوني مهم صوت تصديق الحاله يا نتقاد شك خل المعلومات يضغط وشيد ومش نيد العلاقه كيما هي علاقه تشاركيه يخص كل شيء تحمل المسؤوليه النساء. استاذ نغ نشكر شك صوت تص ونتقاد شك الحضور نشد يعني الافاده نشد من ضغط النيد استاذ نغ سليمان القرشي ينظرنا غير عزن اني وضغا ونقارون حلقه نوسى ارى ما نغنيت اك مواضيع تهمك ني وتهم ما نغمر نقراهم ازول تنمرت.